سادة العمداء، سادة الضباط، سادة ضباط الصف والجنود والمستخدمين المدنيين، أحييكم تحية إكبار لكم وللجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته، حامي الحمى وحامي الوطن. إنه لمن دواعي الفخر أن أكون اليوم ما بينكم ونحتفي بمن سبقونا في الإيمان ومن استشهدوا من أجل هذا الوطن اللي أنتم حماة نتاعو اليوم، شهداء المقاومة، شهداء مجازر 8 ماي 45 في سطيف وقالمة وخراطة ومدن أخرى من الجزائر، شهداء الثورة التحريرية. إذن هذا الأساس حتى نترحم عليهم سنويا ونسير على دربهم، أسست يوم الوطني للذاكرة. وهذا اليوم الذي هو 8 ماي لما نتكلم عن الذاكرة نتاعنا كثير اللي يلوموا علينا، الشعب اللي ما عندوش جذور، الشعب اللي ما عندوش سلف صالح مجاهد مصيره مجهول. وذاك علاش احنا نفتخر بجدود جدودنا، نفتخر بمقاومة دامت 70 سنة. سبعين سنة كل مناطق الجزائر ثارت وحدة تلو الأخرى، شعب مقاوم، شعب رافض الاحتلال، شعب رافض أن تمس حريته.